بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب كلية التربية جامعة بورسعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أكيد أنتم عارفيني، أنا الدكتور وائل عبد القادر، رئيس قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم جامعة بورسعيد، واللي بدرس لكم مادة أساسيات البرمجة. ما ينفعش طبعا إن احنا ما نتواصلش معاكم، وبالذات إن احنا بتوع التكنولوجي وبتوع الكمبيوتر ساينس، لابد أن نتواصل مع بعض عشان العملية التعليمية تستمر، واحتراما لقرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة مؤقتاً، وإن شاء الله تكون مؤقتاً وترجع مصر لحالتها الطبيعية إن شاء الله قريباً بإذن الله. فهنبدأ إن شاء الله مع بعض في محاضرة اليوم بتاع الـ 16/3/2020. كنا اتكلمنا طبعاً في المحاضرة السابقة لو إحنا متذكرين مع بعض، ويا ريت تصحصحوا كده معايا وتفتكروا إن المحاضرة السابقة كنا بدأنا مع بعض وتكلمنا عن خطوات إعداد برنامج in general، وحددناهم لو أنتم متذكرين في 5 خطوات. ولكن إحنا النهاردة هنحاول بقى نعمل concentrate كده ونركز شوية ونعمل سكوب على ما هي مراحل إنشاء project باستخدام الفيجوال بيزك. هم 4 مراحل. أول مرحلة الأولى هي إزاي أنت تعمل ديزاين للإنترفيسز بتاع البروجكت بتاعك، إزاي المرحلة الثانية إزاي تعمل ضبط للخصائص أو للبروباراتيز وهنتكلم عليها حالا، المرحلة الثالثة إزاي أنت تعمل تكتب الأكواد، أو بمعنى بسيط إزاي تعمل ترميز ل البرنامج، ثم المرحلة الأخيرة حاول ان انت تحول هذا البروجكت او هذا الملف الى executable file. و executable file يعني ايه؟ يعني ملف exe file، واعتقد كنا اتكلمنا عليه، ولكن هنعيد الكلام النهاردة عشان نعمل refreshing كده لبعض information عندك. نبدأ اولا بمرحلة تصميم واجهات البروجكت بتاعك. يعني ايه تصميم واجهات البروجكت؟ اي برنامج لابد ان يكون له انترفيس، واجهة، شاشة للتعامل معاه. فالفيجوال بيزك عنده الكابابيليتي ان هو يسمح لك بانشاء واجهة، ممكن واجهة، ممكن 2، ممكن اكتر، ممكن وهكذا، بالشكل اللي انت تحبه، اللي انت تحب يكون عليه البرنامج بتاعك. فدي أول مرحلة من مراحل إنشاء بروجكت. طيب أنت عشان تصمم، دائما التصميم بيحتاج إيه؟ مجموعة من الأدوات اللي تساعدك في عملية الديزاين. الأدوات ديتي لو أنت أول ما بتفتح الفيجوال بيزك، ولو احنا فاكرين وانا اتكلمنا على الانترفيس الرئيسية بتاع الفيجوال بيزك، وقلنا على ايدك الشمال كده تجد فيه مجموعة من التولز اللي في موجودين في صندوق اسمه التولز بوكس. هذا الصندوق بيحتوي على مجموعة من الأدوات اللي بتساعدك في عملية التصميم. هنتكلم عن أشهرها النهاردة. على سبيل المثال لو أنت بصيت لشكل الماوس أو قدامك أو الكورسر على أداة اسمها أداة الليبل، اللي هي الرمز بتاعها رمز حرف الـ الكابيتال. وأداة الليبل ديتي وظيفتها يا جماعة بتصمم لك نص لا يمكن التعديل في محتواه، بمعنى ان انت ما فيش بروجرام او ابليكيشن انت اصلا بتشوفه الا ما يكون له تايتل، الا ما يكون له عنوان، يقول لك والله ده برنامج الآلة الحاسبة، البرنامج ده اللي عمل المبرمج فلان الفلاني، برنامج الويندوز اللي عمله شركة مايكروسوفت. هل تستطيع ان انت تغير مايكروسوفت؟ هل تستطيع ان انت تشيل كلمة ويندوز؟ دي بنسميها ليبل.
هذا الليبل اللي عمله مين أثناء مرحلة التصميم وهم بيصمموا البروجكت، عملوه باستخدام أداة اسمها أداة الليبل. إذن ما هي أداة الليبل؟ هي الأداة المسؤولة عن تصميم نص لا يمكن التعديل في محتوياته بعد تنفيذ البروجرام. الأداة الثانية اللي عاوزك تعرفها مؤقتا دلوقتي، أداة بص كده معايا على الماوس، على الكورسر اهو بتاع الماوس، التكست بوكس اللي هي الرمز بتاعها AB. وظيفتها ايه التكست بوكس؟ انشاء نص يمكن التعديل في محتواه. ده هي عكس التانية بالضبط اللي قبليها اللي هي الليبل، وده حقيقة ان الليبل بتنشئ لك ليبل تايتل ما تقدرش تعدل فيه، تكست لا تعمل لك مربع تكتب فيه اللي انت عاوزه. بعد التنفيذ ما فيش اي مشكلة، اليوزر يستخدمه ويكتب فيه اللي هو عاوزه. طيب اداة الكوماند، كوماند بوتون، ما هي اداة الكوماند بوتون؟ معناتها مفتاح امر، زرار للامر، زي مفتاح اوكي، زي مفتاح كانسل، زي مفتاح اكزت. مين اللي عمل المفاتيح ديتي؟ أداة اسمها أداة الكوماند بوتون. طيب أداة التشيك بوكس وأداة الأوبشن بوتون، ركز في الاثنين دول كويس جدا، دايما بجيبهم في الامتحان أسألك عليهم أقول لك وضح الديفرنس بينهم. التشيك بوكس والأوبشن بوتون الاثنين بينشؤهم داخل البرنامج، داخل شاشة التصميم، مجموعة من الاختيارات للمستخدم. الاثنين، واحدة بتنشئ مجموعة من الاختيارات، بس من حق المستخدم ممكن أن يحدد أكثر من اختيار في نفس التايم. يعني لو أنت عامل 5 اختيارات في البرنامج وكلهم بالتشيك بوكس، ممكن المستخدم يحددهم الخمسة، ممكن يحدد 2، ممكن يحدد 3، فيش مشكلة. لكن تعالى في الأوبشن بوتون بتنشئ مجموعة من الاختيارات برضو، بس بتخلي المستخدم ما يختارش غير اختيار واحد بس من ضمن هذه المجموعة. إذن في فرق جوهري، الاثنين مجموعة من الاختيارات، ولكن واحدة بتسمح للمستخدم إن هو يختار أكثر من واحدة، ممكن يختارهم حتى كلهم، والتانية ما بتسمحش للمستخدم إن هو يختار غير اختيار وحيد فقط من ضمن مجموعة من الاختيارات. تمام؟ أنا أكتفي بمجموعة التولز دياتي في المحاضرة دياتي، كل مرة هنزود مجموعة أخرى. على بعد ما استخدمنا هذه التولز وصممنا الانترفيس، الخطوة الثانية ايه في عملية تصميم البروجكت؟ الخطوة الثانية بيطلق عليها set properties او ضبط الخصائص. يعني ايه ضبط الخصائص؟ ما هي الخصائص اصلا؟ احنا قلنا ان عندي مجموعة من الادوات استخدمت في التصميم زي الكوماند، زي التكست، زي الليبل، زي التشيك بوكس، زي الاوبشن بوتون. طب الادوات ديتي او الاوبجكت ديتي هل لها خصائص؟ هل لها صفات بتتحكم فيها؟ فعلا كل اداة لها مجموعة من الصفات، والصفة هي الخاصية اللي بتتحكم في الاداة، في سلوك هذه الأداة. يعني إيه سلوكها؟ يعني في لونها، في شكلها، في حجمها، في ألوانها، وهكذا، في نوع الخط المستخدم. إذن كل هذه الصفات تندرج تحت المصطلح اللي اسمه الخصائص. طيب إزاي نتحكم في خصائص أي أداة؟ إذا ما فيه تولز بوكس قبلها كده الناحية التانية من الشاشة على في الفيجوال بيزك، هتجد في البروباراتيز ويندو. البروباراتيز ويندو بتحتوي على الخصائص والصفات التي تحدد سلوك اي اوبجكت. هنتكلم على اهمها، على مجموعه منها، بلاش اهمها، مجموعه منها. خاصيه الكابشن، بص كده معايا في نص الصفحة اللي قدامك، لو انت بصيت كده هتجد في
فورم واحد دوت كابشن بتساوي ايه؟ the first program. يعني ايه؟ عاوز يقول ان الاوبجكت اللي اسمه فورم واحد، النافذة اللي اسمها فورم واحد، عاوز يتحكم في الخاصية بتاعتها اسمها خاصية الكابشن، وخاصية الكابشن ديتي هي خاصية العنوان، عنوان هذه الأداة. فأنت عاوز تتحكم في العنوان، عنوان الأداة، فهنسميها the first program. وخلي بالك هنا ممكن أنت تتحكم بطريقتين. أنا هنا تحكمت من خلال نافذة الكود، أنا كتبت السطر كده داخل الكود، أمر داخل الكود وكتبت فيه form 1.caption equal the first program. لكن هل دي الطريقة الوحيدة؟ لا، هناك طرق تانية. الطريقة التانية ان انت تروح لنافذة الproperties ومن خلالها تختار خاصية الكابشن ومن خلالها تكتب the first program. طيب اذا هناك طريقتين هم. ادي نافذة الفورم، لاحظ كده كتب عليها ايه من فوق؟ التطبيق الاول. طب ازاي كتب التطبيق الاول؟ من خلال الخصائص. خاصية ايه تحديدا؟ خاصية الكابشن، او من خلال يدخل جوه الكود ويكتب السطر فورم 1.caption equal التطبيق الاول. طيب الخاصية الثانية، خاصية الفونت على سبيل المثال. خاصية الفونت بتتحكم في نوع الخط وفي حجمه وفي شكله وفي شفافيته، اسمها الفونت، فونت نيم، فونت سايز، فونت ايتاليك، فونت بولد، فونت اندرلاين، اتسترا. شوف مثال عليها، فورم واحد دوت فور كالر، فور كالر، فور كالر يعني ايه؟ اللون الامامي، اللون الاماميه. يبقى هنا بيتحكم في اللون الامامي قدامك، اللي هو لون الكتابه الامامي. خاصيه الالاينمنت، الالاينمنت يعني المحاذاه، محاذاه الخطوط. هل عاوز الخط في النص؟ هل عاوز يمين؟ هل عاوز شمال؟ عشان تتحكم فيها من خلال هذه الخاصية هتجي يقول لك ايه؟ الالاينمنت ليفت، الالاينمنت رايت، سنتر. اذا لها اكثر من قيمة لخاصية المحاذاة. خاصية الاوتو ريدرو، اوتو ريدرو، درو يعني الرسم، ريدرو يعني اعادة الرسم، اوتو يعني تلقائي، يبقى اعادة الرسم تلقائيا. فيما تستخدم هذه الخاصية؟ هذه الخاصية لو انت مستخدم في الانترفيس بتاع البرنامج رسمة معينة زي دايرة زي مستطيل، وجيت صغرت النافذة ديتي، بتصغر فين؟ بتصغر جوه التاسك بار بتاع الويندوز. طب لما تحب ترجعها تضغط عليها تاني، طب لحظة ما تضغط عليها بيرجع شكلها الطبيعي ما عدا الرسومات، لو انت مستخدم رسومات. طب ليش معنى ما عدا الرسومات؟ لان هناك خاصية اسمها خاصية الاوتو ريدرو حضرتك ما كنتش مفعلها. لو انت فعلتها دي معناتها ان بتقول له في حالة تصغير الويندو وفي حالة ريستور للويندو رجع الرسومات تظهر مرة ثانية. اذا لها كم قيمة هذه الخاصية؟ لها قيمتين، اما ترو اور فولس، ترو يعني مفعلة، فولس غير مفعلة. خاصية الباك كالر، اللون الخلفية، البوردر ستايل، البوردر ستايل اقصد بيه البرواز بتاع الاداة. لو شوف لها كم قيمة بقى؟ زيرو يعني نان، مفيش بوردر، واحد خط رفيع، اثنين وهكذا. لها خمس قيم، اسف ست قيم.
إذن هناك مجموعة من الخصائص اللي بتتحكم في الأوبجكتس. ده أنا عاوز أقوله يعني. على سبيل المثال خاصية الإنيبل مهمة جدا، وأي حاجة بقول مهمة تعرف إن هي موضع كويري. الإنيبلد، إنيبلد يعني إيه يا جماعة؟ التمكين. يعني إيه التمكين؟ يعني التنشيط. تلاحظ أنت في بعض البرامج تيجي تدخل على سايت معين تيجي تضغط على مفتاح أوكي تلقاه مش شغال. ليه مش شغال؟ يقول لك ده مش نشط، ده غير مفعل. لأن الخاصية بتاعته اللي عمل البرنامج اللي صممه المبرمج كان عامل خاصية الإنيبلد فولس. إذن لها كم قيمة؟ إما ترو أو فولس. كويس جدا. تعال بقى نتكلم. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة تصميم الواجهات، الديزاين بتاع الانترفيسز للبروجكت. المرحلة الثانية هي السيت بروبرتيز، ضبط الخصائص. طب المرحلة الثالثة هي الرايتنج كودز، وده أصعب مرحلة، كتابة الأوامر، ترميز البرنامج. طب احنا هنكتب الأوامر فين؟ في شاشة داخل الفيجوال بيزك هي المسؤولة عن كتابة الأوامر، اسمها نافذة الكود. طب بنجيبها منين؟ من قائمة، بص معاي، قائمة فيو ثم الأمر كود. دي طريقة، فيو قائمة ثم الأمر إيه؟ كود. تظهر لك النافذة بالشكل ده، تظهر لك النافذة بالشكل ده. لاحظ كده مكونات النافذة بعد إذنك. أدي مستطيل، هقول لك يعني إيه المستطيل التاني هو، وصفحة بدأ هي. والصفحة البدأ لاحظ كده مكتوب فيها سطرين، السطرين دي دايما دول مكتوبين اللي كاتبهم لك الفيجوال بيزك، وانت مهمتك تكتب ما بين السطرين. طب تعالى نفهم المكونات بتاع الكود باستفاضة شوية. ايه المستطيل على الشمال؟ ايه المستطيل الثاني؟ ايه السطر الاول والسطر الاخير؟ والمفترض اكتب ايه بعد كده؟ يبقى اذا مكونات نافذة الكود، اول حاجة ايه الموجود؟ العنوان طبعا ده مش ما فيش منه مشكلة، لكن أنا يهمني المستطيل اللي موجود فيه الأوبجكتس، الكائنات اللي أنت عاوز تبرمجها. لو أنت راسم كوماند هيظهر لك هنا كوماند، كوماند واحد. لو أنت راسم، لو أنت عامل الفورم لازم وعاوز تبرمج الفورم نفسها هيظهر لك فورم واحد. إذن أول مستطيل بيحتوي على مجموعة الأدوات والأهداف اللي انت عاوز تعمل لها ترميز أو عاوز تكتب لها الأوامر. طب المربع اللي جنبه أو المستطيل الرفيع اللي جنبه يحتوي على الإيفنس، الأحداث المرتبطة بالكائنات. ويعني ايه حدث؟ يعني ايه إيفنت؟ ببساطة شديدة جدا يا أولاد، الكليكة اللي انت بتضغطها على الماوس دي اسمها ايفنت. طب الكليك دي اسمها ايفنت، اما تضغط وتسحب كده بالماوس يعني دراج اند دروب دي اسمها ايفنت. لو ضغطت على اي مفتاح على الكيبورد ده اسمه ايفنت. اذا يقصد بالايفنت الحدث اللي اليوزر هيستخدمه علشان يشغل الاداة، عشان يضغط على الأداة. معايا كده؟ طيب إذا دي بتحتوي على الـ events، إذا فيها كليك ودبل كليك ودراج اند دروب. الله أعظم. تمام؟ يجي بقى الصفحة البيضاء اللي معها قالب الكود. قالب الكود يعني المكان اللي هكتب فيه الأوامر، اللي يبدأ بإيه بقى؟ بأمر إيه؟ برايفت سب. ده هو اللي كاتبه لنا أهو. إذن أي كود لابد أن يبدأ بصب وينتهي بإند صب، يبدأ بصب وينتهي بإند صب. طب بيجي بعد صب كلمة بنكتب إيه بقى؟ أنت عاوز تعمل برمجة لمين؟ لأداة إيه بالظبط؟ تقوم مختار من المستطيل بتاع الأدوات، تختار الأداة اللي أنت عاوز تبرمجها وليكن اسمها كوماند واحد على سبيل المثال، وتختار من الأحداث من الإيفنتس الحدث اللي انت عاوزه كليك اهو ولا دبل كليك.
يبقى انت الامر على بعضه هيبقى ايه بقى؟ برايفت سب جنبيه على طول بعد مسافه كده كوماند اندر سكور كليك، يبقى برايفت سب ده البدايه بتاعتنا. بعديه اسم الاداه كوماند اندر سكور اسم الحدث. واضح الكلام كده؟ ونبتدي نكتب الاوامر اللي هنتعلمها مع بعض في البرامج او في اللاب، وهناخد بعض الامثله منها بس مش دلوقتي. وبعد ما نخلص خالص في نهايه الكود بنكتب ايه؟ اند سب، هي اوريدي اصلا مكتوبه، ده القالب بتاعنا. شوف بقى المثال برايفت سب كوماند اندر سكور كليك، وفي النهايه اند سب. طيب. اخر مرحله في عمليه التصميم هي مرحله التوثيق والتحويل الى executable file او الى exe file. وقلنا يعني ايه exe file، اتكلمنا عليها برضو في المحاضره اللي فاتت، كنت اشرت لها كده. exe file يعني الملف ده، اي ملف امتداده exe معناته ان هو بيشتغل اوتوماتيك بمجرد الضغط عليه دبل كليك. وبالتالي لو انت حولت البروجكت الى exe file معناتها ان انت ما عدتش محتاج الفيجوال بيزك في حاجه. ان انت لو نسخت البروجكت او الملف ده على فلاشتك ورحت على اي جهاز تاني تستطيع ان انت تشغله. واضح المفهوم؟ فدي مرحله مهمه. بس هل بتحول على طول الى exe file ولا الاول المفروض تجرب البروجكت بتاعك وتنفذه من قائمه ران، واذا اشتغل يبقى هو مفيش منه مشاكل. افرض في غلطه تروح الاول تصحح الايرور وتظبطه وتظبط الالوان وتظبط الشكل وتظبط كل حاجه، ثم في النهايه خالص بعد ما تتاكد ان هو اصبح ستيبل تبتدي تحوله الى exe file. دي مراحل تصميم بروجكت باستخدام الفي بي. تمام كده؟ طيب اذا النهارده انا قلت لك على اهم الخطوات واهم المراحل لعمليه ايه؟ التصميم. مطلوب من سعادتك هنبدا بقى بدايه بسيطه في المعمل، هنعمل بروجكت لحساب العمر. ده تاسك مطلوب من حضرتك، وهنبدا على الساده الهيئه المعاونه اللي بيشتغلوا معاكم يشرحوا لكم الكلام ده في البرزنتيشن بتاع السكشن. تمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله، والى لقاء قريب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.